رانا دخلنا في المهرجان ونظنك تشوف الاجواء. المهرجان متميز على مستوى الوطن، الجو حميمي ما بين المبدعين. والجديد في المهرجان ان كنا نقدر نجيب الدول العربيه، الان من الدول العربيه قدرنا نجيب دول من اوروبا واسيا، وهذا المهم جدا في هذه الدوره. مهرجان صح ويكبر يوم بعد يوم، وفي فائده لمدينه الواد ان تاتي بالتجارب خاصه في هذا الجانب المونودرام العالميه وتكون على ركح الواد. راح يفيد كذلك الفرق المسرحيه المتواجده في الواد، راح تتراقب على كثب ما وصل اليه المسرح في جانب المونودرام. وخلالها كان ورشات تكوينيه اللي شارك فيها اكثر من 140 متربص من تونس ومن الجزائر، مهمه جدا. وراح تكون تكلل بعرض ختامي في حفل الاختتام في المهرجان. فتحية تقدير وعرفان لجمهور وادي سوف. في الأخير أعلن باسم السيدة وزيرة الثقافة والفنون على الافتتاح الرسمي لمهرجان المونودرام النسائي الدولي في طبعته الثانية بولاية وادي سوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي فلسطين تستقبل مريم المقدسية أول إشراقات فجر يوم جديد. تقيم مريم في مخيم قلنديا على أطراف مدينة القدس بعد أن طرده منها. وهناك أقام الاحتلال جدار الفصل العنصري فاصلا القدس عن بقية المدن الفلسطينية. ممثلة مسرحية من ولاية سطيف. اليوم زرت ولاية الوادي في مهرجان المونودرام الدولي النسائي. زرت بعرض كميشة اللي هو مونودرام. كميشة هي الشخصية على الركح المسرحي، تتناول بعض المشاكل اللي يعانيوا منهم ذوي الهمم العالية في المجتمع الجزائري، منها مشكلة الدرج، مشكلة الحب، مشكلة الجمعيات اللي ما يلتفتوش لذوي الهمم إلا في الأيام الوطنية ولا العالمية. وحضرتها بطابع كاريكاتوري، والحمد لله يا ربي الجمهور السوفي كان موجود في العرض واستجاب معايا والحمد لله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا اتوجه لكم بالشكر لمتابعتكم وتغطيتكم لفعاليات هذا المهرجان. انا المخرج سعد محمد المغربي، مدير اداره المهرجانات والترفيه بديوان الهيئه العامه للخياله والمسرح والفنون. مشاركين في هذه الدوره بعملين مسرحيين، عمل لفرقه المنار وعمل لفرقه المسرح الحر. بسم الله الرحمن الرحيم، انا السيده كريمه جابر، ليبيه من مدينه بنغازي. سعيد جدا بوجودي في هذا المهرجان في دورته الثانية، وهو مهرجان الدولي للمونودراما النسائي. وطبعا في البداية دعيت كمكرمة، ولما كنا في تونس في مهرجان الهوات وعرضنا الأوبريت وبرضو كرمت فيه، فمشكور الأستاذ نبيل والأستاذ أحمد أن جابوني هنا للجزائر بحيث حتى نعرض هذا الأوبريت كمساهمة من نحن
الاحتفال مع المجموعة وهو خارج تقييم. شكرا جزيلا، مرحبا بي في الويت، مرحبا بكم في الويت من التراب الجزائري الكل. مبروك عيد الثورة، حلوة الاحتفالية الموجودة اليوم. من المهم جدا أنه منطقة جنوبية كما منطقة واد سوف تحتفي بالمرأة، كنا في الدورة الأولى كنا حاضرين، هذه الدورة الثانية إن شاء الله تتواصل. الجمهور واد سوف العزيز يجي يتابع الأعمال ومش غريب عليه من الدورات المغاربية. السنة عملناه العضو للتحكيم، السنة مشارك بعمل قمر، كذلك عندي تأطير ورشة الأخراج. إن شاء الله نحتفلوا مع بعضنا، إن شاء الله أفراحكم دائمة، وإن شاء الله كل مرة نشوفوا الأصدقاء والمبدعين الجزائريين ونتبادلوا معهم الخبرات، وإحنا آخر شيء معناها دي مشعب واحد. ممثلة تونسية اليوم جيت المهرجان هذا أول مرة، وجيت بعمل قمر مونودرام، هو عمل بسيكودرام، وإن شاء الله يعني يكون عمل ممتاز جدا ويعجبكم وتفرحوا بالقدا. الجمال والابتسامة التي لا تفارق محياها دائما سيدة عطور، دائما ترجع لها حتى الآن وتروح تقول سيدة عطور تحية أخرى. الحاج عطور الأعلام، شكرا لفارس اللباسي على دور المعلقة قصنطينة. السلامة، أنا مشارك في عرض بوزيتيف كسينوغرافيا وإضاءة وصوت، إن شاء الله يعجبكم العرض نهار الثلاثة مع ثلاثة في إطار المهرجان الدولي للمونودرام النسائي في ولاية الوادي. هذه مشاركة تشرفنا أننا موجودين لنا بحذاكم، وإن شاء الله تستمتعوا معنا إن شاء الله. نورهان صدقي من تونس، مشاركة ممثلة باش نشارك في المونودرام النسائي في الجزائر بولاية الوادي بعرض مسرحية بوزيتيف يوم 9/3 متاع العشية. مرحبا بكم، إن شاء الله يكون مهرجان باهي وتكون المشاركة مزيانة. أول مرة نجي الجزائر، بلاد ما أحلاها برشا وخصوصا ولاية الوادي، وشكرا. عايدة رويحة، أنا ممثلة من تونس ونمثل العرض الليبي بكاء الموناليزا للمخرج شرح البال عبد الهادي الله يرحمه. انطباعي أكيد سعيدة جدا وممتنة لمحافظة المهرجان، يعني فكرت فيها كفنانة كمساهمة يعني دايما في هذا العالم اللي من المفروض نستمر في الإبداع والاستمرارية التامة في العطاء الأفضل والأجمل دائما. أنا جد سعيدة ونقول نحيي كل العناصر اللي قامت في نجاح أو انطلاق هذه التظاهرة، اللي نتمنى إن شاء الله تكون حافز قوي لكل ممثلة مبدعة في الساحة المسرحية بأن تستمر بتحدي وإرادة قوية وعطاء مثمر إن شاء الله. Vreau să știi care este opinia ta despre festivalul ăsta și cum ai ajuns să participi aici, participarea ta. Am ajuns aici întâmplător, am fost la un festival în Egipt, de acolo mi-au recomandat acest festival și este o onoare pentru mine că am ajuns aici. N-am fost niciodată la un festival de feminin, este pentru prima dată. We heard about festival in Egypt 2 months ago and we apply because it's very interesting because it's only a woman festival. For us it's the first time when we participate only for women festival. We participate in the world a lot of festival but here only for women never. And we find the Algerian people, the Alouette people are very kindly, very nice and the atmosphere are the best.